وهذا الكتاب جمع بين العقيدة وباقي المنهج، وجمع بين محاربة الشرك وأهل الشرك، وبين محاربة البدعة وأهل البدع والتحزب. وقد كتب فيه المصنف جملة كبيرة من ثوابت وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحق. والإيمان بالميزان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة تؤتى فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. طيب، يعني من ما يؤمن به أو مما يجب أن يؤمن به الخلق الإيمان بالميزان. وقد أنكر أصل الإيمان بالميزان المعتزلة، قبحهم الله، وأثبت ذلك أهل السنة والجماعة. قال المصنف: والإيمان بالميزان يوم القيامة. لماذا قال يوم القيامة؟ لأن الميزان يكون يوم القيامة، يكون في يوم القيامة. طيب، وهذا الميزان ثبت بالكتاب والسنة من الأدلة، من الدين دليل، من الأدلة، أيوة، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. ثاني، والوزن يومئذ الحق. ثاني، نعم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية على آيات. طيب، من السنة عندنا في ميزان، والأعمال توزن، وللميزان كفتان. من الأحاديث، يعني حديث البطاقة، ما يبغى شيء. نعم نعم، حديث صاحب البطاقة على عازل. نعم، أحسنت، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو الحديث الذي ختم به البخاري صحيحة من رواية أبي هريرة، وبدأ الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب. أيوة نعم، الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن ابن مسعود صعد إلى أعلى شجرة ليقطع شيئا ربما للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الريح فأخذت ثوبه قليلا من ساقيه، فضحك الصحابة. وضحك الصحابة هنا ليس استهزاء بخلق الله، هذه مسألة مهمة، وإنما كان تعجبا. عرفنا الكلام ده بمين؟ أتعجبون من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتعجبون من دقة ساقيه، أو من دقة ساقي ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. طيب، إلى غيرها من النصوص والأدلة الكثيرة جدا، حديث صاحب البطاقة أيضا يثبت الإيمان بالميزان وأن الأعمال توزن. ولكن كلمة البطاقة ماذا تعني؟ تعني الرقعة، يعني قطعة كانت من جلد، أو قطعة مبسوطة هكذا مكتوب عليها.
وليس البطاقة يعني الممغنطة حقتنا. خلاص طيب. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة. ماذا نستفيد من الفوائد المسلكية أو السلوكية يعني التي تنفعنا بإيماننا بإيماننا بالميزان؟ ماذا نستفيد إذا أمننا بالميزان؟ ماذا نستفيد؟ أنت الآن عرفت أنه بالميزان وعلمت الأدلة من الكتاب والسنة، مش كده؟ وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، تستفيد شنو؟ نعم، تستفيد أن تزكي نفسك وأن تكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، لأنك طالما علمت أن هناك ميزان فيه الحسنات وفيه السيئات، توزن الحسنات وتوزن السيئات بدقة لا نظير لها أبدا، ولا يظلم ربك أحدا، فهذا يقودك إلى ماذا؟ إلى أن تكثر من الحسنات وتبعد من المعاصي والسيئات. يعني مش تقول بس آمنا إنه في ميزان وتمشي خلاص تتخارج، لا، لابد أن تعمل، أن تعمل لذلك اليوم ولذلك الموقف عند الميزان. عشان كده المصنف قال والإيمان بالميزان يوم القيامة، فهذا يقودك إلى تقوى الله، تتقي الله في نفسك، ألا تقول قولا إلا وأنت تراقب الله فيه، ألا تعتقد عقيدة إلا وأنت تراقب الله فيها، ألا تفعل فعلا إلا وأنت تتقي الله في هذا الفعل، لأن هناك ميزان ولا يظلم ربك أحد. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة. ولماذا سمي يوم القيامة بيوم القيامة؟ مين يعرف؟ طيب، لقيام الناس للحساب، هذا هو السبب الأول كما ذكر الشيخ العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد، والدليل يوم يقوم الناس لرب العالمين. في أسباب تانية مين يعرف؟ لا، لماذا سمي القيامة قيامة؟ الناس يقوموا قيامة، لأن الناس يقوموا، مش كده؟ طيب تاني دي ذكرى مرتبة تاني. أيوة، لأنه يقوم فيه العد، يعني ده سبب تاني أنه ربنا يعدل في الدنيا وفي الآخرة. أيوة نعم، لقيام الأشهاد فيه، ربنا قال يوم يقوم الأشهاد، فلقيام الأشهاد فيه، وذكر أسباب أخرى الشيخ العثيمين ليراجع كتاب القول منه. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان، يعني كفة توزن فيها الخير وكفة يوزن فيها الشر في هذا الميزان. ومن الأدلة على أن الميزان له كفتان حديث ما سامح، لو وضع إيمان الأمة، نعم هذه الصحيح صح ولا البان، في كفة، وإيمان أبي بكر في كفة لرجع إيمان أبي بكر بالأمة. ثاني من الحديث حديث البطاقة، ثاني حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وهو حسن، حديث قدس أن الله تعالى أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، مش كده؟ مش كده؟ فقال في الشاهد من الحديث يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت أو لرجحت بإن لا إله إلا الله. وحديث الإمام أحمد الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن نوحا لما حضرته الوفاة عهد إلى ابنه الوصية فقال أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، قال أمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله،
ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة ملقاة في فلات لضمتهن لا إله إلا الله. وأمرك بسبحان الله وبحمده فإن بها يرزق الخلق, يرزق الخلق وبها تسبيح الخلائق وأنهاك عن الشرك وعن الكبر إلى آخر الحديث وغيرها من الحديث المصابين. فله كفتان, لكن ما شكل الكفتان؟ الله أعلم. المعتزل أنكروا الميزان, أنكروا تماما, وقد جاء نصا في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وله لسان, اللسان الذي قصده هنا الإمام البربهاري أي العلامة أو ما يسمى عندنا بالتسمية الآن تقريبا للفهم المؤشر أو العلامة التي بها يعرف أن الكفة الأولى رجحت بالثانية أو الثانية رجحت بالأولى في الموازين. الله تعالى أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. طيب في سؤال هنا ولا أسأل أنا؟ أيوة قال هل في رواية أنه له لسان ينطق؟ أنا ما مر به, ربما تكون وربما لا تكون, أنا لا أعلم لا أدري ولا علم لي. قال في الميزان الحسنات تكون أعلى ولا السيئات؟ حسب عمل الزهر, حسب عمل الإنسان. ما عارف يرفع فوق المهم يترجح. قال لا رجحت في رواية, قال لا رجحت بها لا إله إلا الله, في رواية مالت بها لا إله إلا الله. رجحت كيف فوق تعيد؟ أنا ما أعرف. المهم أنت أعلى منها بترجح, فأنت أعمل الحسنات في حسناتك ترجح, ده المهم يعني. مش المهم أنه تعرف ذات تكون كيف أو شكله كيف, المهم أنك تعمل حسنات وثواب وأجور وتبعد من المعاصي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. لو خليت الحرام أنت أعبد الناس, بس تخلي الحرام. طبعا تفعل الواجبات, لأنه ترك الواجبات محرم وزاد. فلو تركت الحرام أنت أعبد الناس. طيب العلماء سألوا سؤال في هذه المسألة وهذا الباب, وذكروا هنا الإمام النجمي رحمه الله في هدي السالف شرح السنة للبرباري, قال هل تكون الأعمال أجساما فتوزا, أو أن الدواوين التي فيها كتابة الخير والشر هي التي توزن؟ يعني قال الأعمال ذات عملك ده كان خير ولا شر, يكون في هيئة, يتشكل في هيئة أجسام فتوزن, أم الدواوين ذات المكتوب فيها سيئاتك وحسناتك هي التي توزن؟ فأجاب قال حديث البطاقة يدل على أن الدواوين هي التي توزن. ده السؤال الأول جابه. التنبيه الثاني قالوا هل يوزن الإنسان ذاته؟ الأعمال عرفناها, الإنسان ذاته. قالوا نعم, الجواب نعم نعم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, ده من القرآن ومن السنة ما جاء بالبخاري ومسلم. قال يؤتى بالرجل السمين, سمين لكن مجرم, يصل للبدع, ما يرد على أخوان المسلمين, يسألون عبد الحي ولولو إذا ما تابع خلاص. يؤتى بالرجل السمين, الرسول قال فيوضع في الميزان, يحطه في الميزان, فلا يزن عند الله جناح بعوضة, لأنه ذو مجرم, مجرم. وما أكثر هؤلاء, بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكون قوم في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون, ما طلبوا منه شهادة يمشي يشهد, ويخونون ولا يؤتمنون. قال ويظهر فيهم السمة, ناس مكان, ما معنى تيز الماكن كعبة ها, لكن في ناس مكان ضاربين قروش الدعوة دي سافين,
وناس مكان مجرمين مشركين عديد اضرب العكوت تاع المريد والملقب نسوان الحلة كلهم يجوا يوم الأربعاء هي الأهبل البجايبة خلاص غير من المجرمين ومن المتصوف. قال ويظهر فيهم السمة هذه من علامات الساعة. وقالوا العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قال ده دليل على الراحة وعدم الاجتهاد لا بالدين لا بالدنيا. ليه قال يظهر فيهم السمة؟ دليل على الراحة وعدم الاجتهاد لا في العلم ولا في الدين ولا في الدنيا ذاته. جزاكم الله خير.